الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الافضل. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا مجموعه من الاخبار زي ما تعودنا، والنص الثاني بيبقى فقره حواريه. فقرتنا النهارده عن رفع الاثقال البارالمبي. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا من الالعاب المميزه جدا لينا، سواء في الاصحاء يعني رفع الاثقال او حتى في البارالمبي، احنا يعني ابطال عالم ولينا تاريخ طويل جدا في الحركه الاولمبيه. ابطالنا يعني ذوي الهمم الابطال البارالمبيين لرفع الاثقال كان طبعا عندهم بطوله افريقيا للشباب، انا بتكلم للشباب كمان لان دول مستقبل مصر على 2024 في بطوله طبعا اولمبيات باريس 24، هيكونوا هم اللي شايلين وهم الامل ان شاء الله للفتره القادمه. كان عندنا بطولة أفريقيا كانت في نهاية أكتوبر، والحقيقة أدينا فيها أداء رائع وحصدنا عدد كبير من الميداليات، 56 ميدالية في بطولة أفريقيا اللي اتعملت في مصر في نهاية شهر أكتوبر. بالمعنى ده إن إحنا الحمد لله ماشيين بشكل جيد، شباب رفع الأثقال البارالمبي ماشيين بشكل جيد، كان لازم نحط الضوء عليهم. زي ما حضراتكم عارفين برنامجنا هنا يعني بيحاول يقف جنب الأبطال في كل المجالات، الأبطال اللي يستحقوا الدعم إعلاميا ويستحقوا الدعم يعني معنويا في كل شيء، احنا هنا مكانهم معنا ان هم ابطال الحقيقه وحققوا اسم يعني انجاز كبير لاسم مصر. هيكون معنا النهارده كابتن مصطفى فضلون مدرب منتخب مصر الناشئ رفع الاثقال البارالمبي. مدرب المنتخب طبعا هنتكلم عنه، عن مستقبل رفع الاثقال البارالمبي في مصر الفتره اللي جايه، هيكون طبعا الدوره الاولمبيه او البارالمبيه اللي جايه ان شاء الله هتبقى في باريس 2024 موقفنا هيكون ايه. هيكون معنا اثنين من الابطال اللي حققوا نتائج مميزه جدا في بطوله افريقيا الماضيه. هيكون معنا اسلام مونجي احد الابطال وجاب 5 ذهب و1 برونز، يعني جايب 6 ميداليات في بطولة افريقيا اللي فاتت تحت وزن 60 كيلو جرام، يعني جايب 80 كيلو جرام، انا اسف، اسلام مونجي 5 ذهب و1 برونز. متخيلين قد ايه بسم الله ما شاء الله التفوق، يعني 5 ذهب و1 برونز في يعني منافسات عديده هنعرفها طبعا من ضيوفي اثناء الحوار في وزن تحت 80 كيلو جرام. هيكون معانا محمد فتحي احد الابطال كمان اللي حقق 2 ذهب و2 فضه في وزن 49 كيلو جرام. الحقيقه بتتكلم على 2 لعيبه جايبين 4.6 ميداليات من اصل 56 ميداليه حصلت عليهم مصر. طبعا هنتكلم معاهم، هنتكلم عن طموحاتهم، هنتكلم عن تضحياتهم، لان الحقيقه انا دايما يعني الابطال البارالمبيين بيلهمونا يعني الحقيقه الصبر والمثابره والتحدي، موضوع صعب جدا جدا وموضوع بيكون فيه قصص نجاح كبيره. هيكونوا معانا وهنتكلم معاهم عن كل شيء. وبالمناسبه معانا في اخبارنا كمان اللي في النص الاول خبر يخص طبعا اصحاب الهمم، خبر عالمي، خبر يعني مفاجأة إن شاء الله طبعا هنحط عليه الضوء، ولكن هيكون في آخر الفقرة الحوارية بإذن الله. خلينا نروح للأخبار. أول خبر معنا هي كرة اليد في النادي الأهلي رجال، طبعا بقيادة المدير الفني ديفيد ديفيز اللي ما قاعد مع الفريق إن شاء الله 3 سنوات قادمة بداية من الموسم ده. كان عنده مباراة هذا الأسبوع مع طلائع الجيش الفريق المحترم، كان المباراة في منشية البكري، صاله منشية البكري في صالة الجيش أو طلائع الجيش في منشية البكري. المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي 32-25. الشوط الأول كان خلص بنتيجة 15-14، بعد كده يعني زودنا الفرق لسبع أهداف، انتهى 32-25. الفرق أدت بشكل جيد والفريق اترفع رصيده ل 23 نقطة حققهم من فوز في 7 ماتشات والتعادل في ماتش واحد قدام هليوبلس، وبقينا في المركز ال 11 وفريقنا مؤجل ليه 6 ماتشات. يعني مش عايزين الناس تتخض المركز 11 ازاي؟ لا، احنا عندنا 6 ماتشات مؤجلة. لو فزنا بيهم بنتصدر جدول الترتيب مباشره. الفرقه بدات شكلها طبعا يظهر في الماتشات اللي فاتت شويه شويه، طبعا بصمات المدير الفني مش هتظهر مباراه ولا بعد الثانيه، مباراه بعد الثانيه هيبقى الاداء احسن، وان شاء الله مع عوده المصابين هيبقى اداء الفرقه بشكل جيد. اللي عايز اقوله ان دلوقتي خلاص الفرقه بقى فيه ستابيليتي فني بالنسبه للجهاز الفني، جهاز فني على اعلى مستوى ليفل 1 في اوروبا. يعني ديفيد ديفيز هو كان مدير فني منتخب مصر السابق، ولكن هو في اوروبا بتصنف كلاس A من المدربين، فده معناه ان انت محققت استابيليتي 3 سنين قدام الجهاز فني عالي، وده اللي كان محتاجه النادي الاهلي. مش محتاجين كل شويه نقعد نغير مدير فني، وده اللي فطن اليه مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي انه لازم يحصل استابيليتي فنيه للفريق. الفرقه زي ما قلت لحضراتكم شكلها بيتغير من يوم ليوم، بيبقى فيه طبعا فهم اكتر للتكتيك للنواحي الفنيه. بس انا عايز اقول ملاحظه كده شفتها بسرعه، انه طبعا واضح ان احنا في الشوط الثاني يعني فرقنا 6 مع فريق محترم زي فريق طلائع الجيش، معنى كده ان احنا بدانا او يعني بدا يظهر تقلنا في نهايه المباراه، ودي اللي احنا كان عندنا مشكله اخر دقيقتين ثلاثه او اخر ربع ساعه من الشوط الثاني بيكون عندنا دروب قوي.
اتمنى ان شاء الله ان ده يكون الطريق الصح، ما تبقاش مباراه وبس، يبقى احنا فعلا بدانا نحط ايدينا على سبب المشكله اخر ربع ساعه اخر خمس دقائق، ولكن لان انت تفوز على طلائع الجيش 6 أهداف في الشوط الثاني المنفصل يبقى انت ان شاء الله بدات تفطن الى مشكلتك اللي كانت بتبقى غالبا في الشوط الثاني. هنروح لمنتخب مصر لكره اليد سيدات، والحقيقه اللي عمل معجزه كبيره في مجموعته في بطولة أفريقيا. بالمناسبة منتخب مصر، خليني أوضح الخبر، منتخب مصر السيدات لكرة اليد بيلعب بطولة أفريقيا الآن هذه الأيام في السنغال، ودي أول مشاركة لنا بعد 10 سنوات من الغياب أفريقيا. منتخبنا كان تلقى بقيادة طبعا كابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني، كان تلقى أول مبارياته هزيمة من منتخب الكونغو برازافيل في مفاجأة الحقيقة، خسرنا فرق 2 21-19، واللي نعرفه عن الكونغو برازافيل إنها فريق يعني مش قوي، ولكن دي كانت حمى البداية، والفريق خسر فرق 2، ولكن كان عندنا معجزة لازم تحصل ان احنا نكسب تاني يوم تونس اللي هي اقوى من الكونغو واحد مرشحين البطولة عشان تظبط الدنيا في مجموعتها. والمعجزة حصلت الحمد لله، فزنا على تونس بنتيجة 21-19 ورجعنا تاني ننافس على صدارة المجموعة مع تونس والكونغو، لان الكونغو لسه هتلاعب تونس وغالبا تونس هتكسب، فهنبقى متساويين في احنا الثلاثة. اتصور ان احنا الدنيا رايحة ان احنا نبقى تاني. هتقول لي طب ليه بتقول كده يا كابتن؟ بحسبة بسيطة، احنا كسبنا تونس فرق هدف وخسرنا من كونغو برازافيل فرق 2، يبقى احنا علينا هدف. تونس خسرت منا فرق هدف، اكيد هتكسب الكونغو فرق كتير 6-7 أهداف، فهتبقى تونس الاهداف ما بيننا احنا الثلاثه لصالحها، لان احنا هيبقى كلنا متساويين في النقاط 8 نقاط، هيبقى تونس هي الاهداف لصالحها. طب الكونغو كسبانه 2 وهتبقى خسرانه من تونس مثلا 4، المهم ان هي تخسر 3 وطالع، تخسر 3 لا تخسر 4، لان لو خسرت 3 وتساوت معانا هي كسبتنا. فلازم احنا نكون نكسب، يعني لازم تونس، احنا نتمنى تونس تكسب الكونغو فرق 4 عشان يبقى الكونغو عليها 2 واحنا علينا 1، انما لو تساوينا مع الكونغو احنا علينا 1 وهم عليهم 1، المواجهات المباشره هم كسبونا يبقى ثالث دي هتحطك ممكن في الطريق مع انجولا، ما تلحقش توصل فاينل. فاحنا عايزين نتجنب انجولا الفريق المرعب افريقيا حامل اللقب، نبعد عنه شويه، فالتاني او اول تساعدك. فان شاء الله يا رب التوانسه او منتخب تونس الشقيق ان شاء الله يفوز على الكونغو برازافيل، وده هيكون الطبيعي على فكره، لان الكونغو يعني خسارتنا منها هي دي اللي ما كانش طبيعي. فان شاء الله باذن الله نقدر نفوز او تونس تفوز عليها ونفوز احنا في المباريات المتبقيه لينا باذن الله. بالمناسبه احنا كسبنا المغرب من شويه، المباراه خلصت من شويه 28-20، يتبقى لينا مباراه واحده تقريبا مع مقديشو على ما اتذكر، وغينيا انا اسف، مباراه واحده مع غينيا، مقديشو في المجموعه الثانيه، ولو كسبناها يبقى احنا هنلعب اللعبه اللي هي ايه اللي قلتها لحضراتكم بينا احنا الثلاثه، احنا وكونغو برازافيل وتونس. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب بعد غياب 10 سنوات اداء مشرف، الف مبروك. ان شاء الله منتظرين المكسب. في 6 لاعبات من النادي الاهلي بيشاركوا، وهم كان ليهم دور كبير جدا، 6 من أصل 18 لاعبه بتشارك، كان ليهم دور كبير جدا جدا في الفوز على تونس. الـ6 مين هم؟ منه الله سيد، ليلى هيثم، شهد الشواربي، امينه هشام، تقى كامل، امينه عاطف. منه الله سيد عملت مباراه جيده جدا جدا قدام منتخب تونس وخدت افضل لاعبه في المباراه، ومنه بالمناسبه هي حارس المرمى الاساسي في منتخب، يعني قصدي اقول لكم ان يعني النادي الاهلي بيمثل حوالي 35% من قوام المنتخب، ولكن كان ممكن يكون اكتر لان عندنا نصر عيد عبد الملك مصابه، عندنا 2 لاعبات ايضا من قوام المنتخب اتصابوا مع المنتخب، يعني منتخب مصر لو يعني كانت الدنيا ماشيه بدون اصابات الحمد لله كان يعني النادي الاهلي هيمثله او هيمثل منه 9 لاعبات، يعني 50% من منتخب مصر، ولكن نتمنى الشفاء للجميع، نتمنى اللاعبات المحترفات بره سواء مروة عيد عبد الملك او رحاب جمعه ان شاء الله ينضموا للمنتخب يا رب بعد ما يتاهل لبطوله عالم باذن الله. هنروح لكره السله رجال، الحمد لله ماشيين بشكل جيد، كان عندنا دوري المرتبط شغال، لعبنا امبارح مباراه العوده الاهلي وسبورتنج في دور الثمانية في دوري المرتبط، كسبنا كبار وصغيرين رايح وجاي، تأهلنا لدور قبل النهائي إن شاء الله عشان نلاقي بإذن الله نادي الزمالك يوم الأربعاء القادم. أولى المباريات هتكون على صالة برج العرب في الإسكندرية، مباراة المرتبط هتكون الساعة 1 بإذن الله، مباراة الفريق الكبير هتكون الساعة 5:30. هتقولي طب ليه الفرق كبير؟ لأن بتلعب على الملعب 4 مباريات، 2 كبار و2 صغيرين، لأن طرفة لقاء قبل النهائي الآخر هيكون الاتحاد السكندري والجزيره، كبار وصغيرين، فانت عندك 4 مباريات فلازم تبتدي مبارياتك الساعه 1 عشان تنتهي في الميعاد 5:30 أو 6، وده وضع طبيعي جدا للمباريات اللي بيكون الملاعب اللي عليها اكتر من مباراه. فريقنا في المرتبط ماشي بشكل جيد، لعيبه يعني مركزه الحمد لله رب العالمين،
ان شاء الله يكونوا داعمين للفريق الكبير. الفريق الكبير ماشي برضو بشكل جيد، ومستر اجوستي بوش ما زال يعني محافظ بشكل كبير على سياسته، الدفع بالناشئين، تجهيز صف ثاني وثالث ورابع، عدم الاعتماد على لاعب واحد في الفريق، كل بيساعد الكل بيشتغل. طبعا ايهاب امين منتظر عودته ان شاء الله في مباراه الزمالك القادمه، لانه كان عنده نتشه في السمانه، وكنا جبنا لحضراتكم دكتور هيثم في الحلقه اللي فاتت، اللي فاتته طبعا انتهت التقرير، هيلاقيه على صفحتنا على الفيسبوك موجود من 3 ايام. دكتور هيثم كان قال اتكلم عن المصابين واخص ايهاب امين اللي كان عنده نتشه في السمانه، او يعني ملي في ملي كده زي شد بيبقى مزق من الدرجه الاولى، مش مزق شديد قوي. فضل طبعا الجهاز الطبي راحته، ولكن هو ان شاء الله حسب ما قاله معنا دكتور هيثم في الحلقه الماضيه ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه في مباراه الزمالك. طب الزمالك عين على المنافس، الزمالك تاهل من طلائع الجيش بعد ما فاز على طلائع الجيش. الفريق الحقيقه طلائع الجيش عامل موسم جيد حتى الان، بيقوده الكابتن اشرف توفيق ابن النادي الاهلي واحد اساطير كره السله التدريب في النادي الاهلي، وكان ليه دور كبير جدا في بناء هذا الفريق اللي بيلعب دلوقتي. كابتن اشرف توفيق بيقود نادي الجيش، واستطاع ان يفوز على نادي الزمالك في ملعبه في فانشيت البكري، ولكن نادي طلائع الجيش خسر من نادي الزمالك بصعوبه في المرتبط رايح وجاي. يعني لو كان مرتبط نادي الجيش فاز في المباراتين، وده كان قرب يعني، او يعني كان نادي طلائع الجيش هو الاقرب للفوز الحقيقه في المباراتين المرتبط، كان سيتاهل الجيش لدور قبل النهائي، ولكن دوري المرتبط هو ده الهدف منه. مجموع الاثنين نادي الزمالك للفريق الكبير بيلعب بدون محترف، المحترف لم يتم تسجيله حتى الان، يعني بيقوده كابتن احمد مرعي مدرب السابق لنادي الاتحاد الاسكندري، داعين على المنافس. يعني طبعا كان بيغيب عنهم احسن لاعب فيهم كيجو طبعا، او لا احسن لاعب ارتكاز في نادي الزمالك، غايب المباراتين اللي فاتوا. حقيقه ما عندناش معلومه اذا كان هيلعب المباراه القادمه ولا لا، يعني يعني طبعا تعرفين كره السله لا تعترف بالحسابات، انت حساباتك على الورق حاجه، ولكن في الملعب الامر بيكون حاجه ثانيه. مستر اجوستي بوش واللاعبين عودونا ان كل مباراه بتبقى نهائي وبيلعبوا عليها، يعني ماتش سبورتنج اللي فات كان تحصيل حاصل، ومع ذلك منتخب فريق الاهلي كسب بنتيجه 71-63 في مباراه كانت تحصيل حاصل. اذا دايما بيدور على المكسب، دايما بيدور على اهداف اخرى غير المكسب لو مباراه تحصيل حاصل زي مباراه سبورتنج، ولكن اتصور ان شاء الله ان احنا قادرين على التاهل للنهائي باذن الله. وكل التوفيق لفريق المرتبط بقياده الكابتن اسلام الكيلاني والدرجه الاولى بقياده مستر اجوستي بوش. هنروح لفريق كره السله سيدات بيلعبوا هذه الاثناء فاينل المرتبط، المباراة الأولى مع سبورتنج. ماتش المرتبط خلص منذ لحظات، خسرنا بنتيجة تقريبا فرق 4 بونت 61-57 على ما أتذكر. لم يحالفنا الحظ، يمكن الستارتنج كان وحش قوي، الشوط الأول خلص 20-5 وده اللي خلى الفريق 53-57 تمام شكرا، 53-47 شكرا تمام، ده نتيجة المرتبط. عايز اقول لحضراتكم هو الستارتنج كان وحش شويه، يمكن هم البدايه، طبعا دول بنات عندهم 15 سنه و14 سنه فلسه ما عندهمش من الخبرات، نزلوا اتخطفوا في الشوط الاول 20-5. طبعا عملنا كامباك جيد، يعني انت في الثلاث اشواط انت اللي كسبان، الشوط الاول فقط انت اللي خسران، بيقود طبعا فريق المرتبط الكابتن اسلام علي المدير الفني. نروح للفريق الكبير بقياده الكابتن طارق خيري المدير الفني، هيلعبوا دلوقتي او بيلعبوا مباراه الفاينل الاولى مع سبورتنج، ان شاء الله نفوز، لانه الحقيقه احنا عندنا الاهلي وسبورتنج احنا عندنا ازمه، مباراه النهارده في سبورتنج سيدات لازم نفوز، لازم نفوز. طب هتقول لي ليه يا كابتن؟ عشان لا قدر الله لو بكره خسرنا النهارده الفريق الكبير ومرتبط سبورتنج فاز بكره، خلاص هيبقى كده فاز 3 من 4، يبقى ماتش الكبار تحصيل حاصل يوم الثلاثاء، المباراه الثانيه يوم الثلاثاء انا اسف، يعني قصدي اقول المباراه القادمه. طب الوضع يكون ايه؟ النهارده لازم تكسب كبار عشان بكره حتى لو خسرت من الصغيرين يبقى عندك مباراة الفاينل هي المباراة الثانية، إنما لا قدر الله لو خسرت النهاردة هيبقى الموضوع ليس بإيدك، هيبقى بإيد البنات المرتبط، وهيبقى شد عصبي قبل المباراة، وهتلاقي بنات السيدات الدرجة الأولى بيتابعوا. ف 23 نتيجة بيبلغونا، شكرا يا جماعة في الكنترول، 23-21 احنا متفوقين فرق باص كده. الشوط الأول يا جماعة خلص ولا الكوارتر الثاني ابتدى؟ طيب احنا كده ماشيين كويس، ولكن باسكت 4 بونت 5 بونت 10 بونت الكلام ده ولا أي حاجة، في الباسكت بيرجع هوا، بيرجع في ثانية بالذات في السيدات، ممكن تبقى كسبان 18 بونت وتخسرهم في 3 دقايق، زي الطايرة الفولي بول السيدات برضو بيبقى الرالي سريع، بيبقى عندهم السرعة والترددي أعلى كتير جدا من الرجال. أتمنى إن شاء الله التوفيق لكابتن طارق خيري، اتحط تحت ضغط النهاردة بعد خسارة المرتبط، ولكن هو ده الهدف من المرتبط، إن أنت تبقى مهتم بالنشأ والدرجة الأولى في نفس الوقت، بس إن شاء الله هم قادرون إن هم إن شاء الله يكسبوا النهاردة. ونفس الموقف ده تعرضنا عليه مع مباراة سموحة، خسرنا مرتبط وكسبنا كبار، جينا في الماتش الثاني كسبنا مرتبط وكسبنا كبار، يعني احنا تعرضنا الموقف ده مع ماتش سموحه كوبي بيست ان شاء الله، كل التوفيق ليهم. طيب هنروح لرجال كره اليد، كره الطائره رجال،
بقيادة الكابتن محمد مصالح ميدو، نستعد لمباراة الترسانة في الجولة الرابعة. طيب يعني ليه الجولة الثالثة ما اتلعبتش؟ الجولة الثالثة اتأجلت، كانت مباراة بتروجيت وهيتحدد ميعادها إن شاء الله لاحقا. مباراة الترسانة القادمة هتكون الساعة 8 بالليل يوم الثلاثاء القادم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة. طبعا فرقتنا كانت كسبت الجولة الأولى والثانية اللي هما مع بنها ومصر البترول بنفس النتيجة 3-0، وتأجل ماتشنا مع بتروجيت زي ما قلت لحضراتكم وهتحدد ميعاد تاني. فرقة ماشية بشكل كويس، بالمناسبة طبعا خبر يفرح الجماهير، الحمد لله البطاقة الدولية للمحترف لويجي المحترف الايطالي وصلت الحمد لله النادي الاهلي وهو مشارك وهو جاهز للمشاركه. طب تاخير البطاقه الدوليه ليست من النادي الاهلي ولكن هي اجراءات دوليه بتبعت الاتحاد الدولي بتبعت الاتحاد الايطالي، يعني لفه كده اتاخرت شويه، خاصه ان احنا قعدنا لغايه وقت متاخر مش عارفين الدوري هيبتدي امتى. فالبطاقه يعني الدوليه وصلت خلاص ان شاء الله وهو جاهز للمشاركه، لاعب مهم جدا اتصور انه هيكون اضافه جيده، ومهم جدا انه ياخد 3 4 ماتشات من الماتشات اللي هي لسه يعني حنينه شويه عشان يخش على الجد، يبقى ان شاء الله خد الاحتكاك الجيد باذن الله والهارموني مع الفريق. كل التوفيق لكابتن محمد مصالح ميدو واللاعبين بامر الله. هنروح لكره الطائره سيدات، كابتن حمد الصافي المدير الفني والجهاز الفني خلاص بيستعد ان شاء الله لثالث الجولات في الدوري، هتكون ان شاء الله مع نادي الاتحاد السكندري باذن الله. طيب المباراه هتتلعب بكره الساعه 4 العصر على صاله نادي الاتحاد السكندري. احنا فزنا في الجوله الاولى مع فريق الزهور على فريق الزهور 3-0، الجوله الثانيه اتاجلت كانت مع نادي الزمالك وتحدد ميعادها بالمناسبه 5 ديسمبر القادم. تاني مباراتنا مع نادي الزمالك على صالتنا في النادي الاهلي، المباراه الاولى لينا في المجموعه مع نادي الزمالك هتكون يوم 5 ديسمبر القادم على صاله النادي الاهلي، هيتحدد بقى لاحقا قبلها بيوم هتبقى على صاله الشهداء ام على صاله الامير عبد الله الفيصل. اللي بيحدد هذا المكان هو الاتحاد طبقا لتعليمات القناة أو القناة الناقلة لهذه المباراة. كل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله يأدوا أداء كويس، والمناسبة احنا مش قلقانين من حاجة، فرقتنا فرقة جيدة عندنا سكواد كويس جدا بصرف النظر عن أي منافس أو أي خصم، فرقتنا عندها من الخبرات عندها من السكواد عندها من البنش بلايرز عندنا من الجهاز الفني عندنا من كل شيء، عندناش أي مشكلة. اللاعبات المحترفات ليفل 1 على مستوى العالم، احنا جاهزين كويس قوي 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 إن شاء الله، وباذن الله باذنك يا رب الرد هيكون في الملعب. هو ده النادي الاهلي دايما رده بيكون في الملعب. النادي الاهلي كنادي كبير ما اتكلمش كتير لا يثرثر كتير في اي مكان، كلام او ردود في النادي الاهلي اتعودنا كده، اتعودنا النادي الاهلي الرد بيكون في الملعب. اي منافسات اهلا باي منافسات، ما عندناش اي ازمه في اي حاجه، اللي عايز ينافسنا الملعب موجود مفتوح، فضل حضرتك عد نفسك اعمل يعني اللي انت عايز تعمله، والملعب هو الريفرنس هو المقياس، وعمرنا الحمد لله رب العالمين في النادي الاهلي مكان هدفنا غير المكسب. كل التوفيق لفريق السيدات باذن الله. هنروح لميار شريف نجمتنا، نجمتنا في التنس الارضي، هي كنا جبنا اخبارها من حلقتين في بطوله طبعا كلينا للتنس بتشيلي، وهي دي بطوله مهمه جدا لميار الشريف عشان تجمع نقاط ترتقي بها في التصنيف العالمي. عايز اطمنكم الحمد لله ميار شريف تصعد لنهائي بطوله كلينا للتنس بتشيلي. ميار شريف لاعبه منتخبنا الوطني للتنس الارضي ونجمه النادي الاهلي اتاهلت لنهائي بطوله كلينا الدولية واللي بتتلعب في تشيلي في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر اللي احنا فيه، ومجموعها أو مجموع جوائزها 115,000 دولار. ميار كانت صعدت للنهائي بعد فوز على الأمريكية كارولين بمجموعتين لواحدة من قبل في قبل النهائي، وجت نتائج المجموعات كالتالي 7-6 4-6 7-6. ميار كانت بدأت مشوارها في البطولة بالفوز على بطلة تشيلي بمجموعتين، وبعد كده فازت في دور ال 16 على بطلة التشيك، وبعد كده في دور الثمانية فازت على بطلة أمريكا إيما نافورا بمجموعتين لما فيش، يعني طريقها ما كانش مفروش بالورود الى النهائي، ولكن فازت على ابطال دول مصنفه او دول كبيره وابطال مصنفين يمكن اعلى منها كمان. ميار طبعا لسه فايزه ببطوله بارما الدوليه اللي اتلعبت طبعا منذ فتره، وفازت فيه طبعا على فوزها على اليونانيه ماريا سكاري المصنفه رقم 7 عالميا. يعني الحمد لله ميار ماشيه بشكل جيد. اللي عايز اقوله ان ميار في بدايه مشوارها هذا الموسم اتصابت في مشط القدم، ولكن اتعالجت ورجعت تاني والحمد لله بقت دلوقتي من الاحسن 50 لاعيبه على مستوى العالم. ان شاء الله تسير على خطى انس جابر طبعا التونسيه الشقيقه اللي طبعا نجحت النهارده تكون ثالث العالم في انجاز كبير جدا للتنس الارضي العربي والافريقي، ان حد يوصل لهذا الارتقاء في المستوى العالمي او التصنيف العالمي زي انس جابر. كل التوفيق لميار ان شاء الله تستطيع ان هي تحقق نفس اللي حققته واحسن ان شاء الله ميار الشريف تحقق اللي حققته انس جابر باذن الله. هنروح لبطلنا في الاسكواش مصطفى عسل، كان بيلعب بطوله العالم جامعات في مصر. الحمد لله مصطفى عسل هو بطل العالم للجامعات رسميا بعد فوزه على النهائي مع على زميله يحيى
النوساني بنتيجه 3-0. خلينا استعرض مع حضراتكم مشوار مصطفى عسل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. مصطفى عسل كان بدا مشواره بالبطوله بالفوز على بطل هونج كونج بنتيجه 3-0، وبعدين بعد كده فاز على بطل جنوب افريقيا في دور الثمانيه بنفس النتيجه، بعد كده لانه يفوز على زميله يحيى النوساني بنتيجه 3-0، والنهائي كان قدر يفوز على زميله برضه مصطفى السرتي، انا اسف مصطفى السرتي كان في الفاينل انما يحيى النوساني كان في قبل النهائي بنفس النتيجه، وجات الاشواط 11-5 11-7 11-8. مصطفى بعد البطوله سافر على طول لسنغافوره عشان يلعب بطوله سنغافوره الدوليه اللي هتلعب في الفتره من 15 لحد 20 نوفمبر اللي احنا فيه. مصطفى طبعا ثالث العالم الان، مصطفى بيمشي بخطه ثابته ان شاء الله ان هو يروح على او صداره التصنيف العالمي. مصطفى بالمناسبه 21 سنه، يعني لسه باذن الله العمر عنده لغايه 31 و32 سنه. مصطفى يعني الحمد لله، بس ربنا يحفظه من الاصابات يا رب. مصطفى ماشي بشكل جيد. لشاركت معاه كمان ممثله على مصر في بطوله الجامعات كانت لاعبه النادي الاهلي ايضا سنة ابراهيم. سنة ابراهيم استطاعت كمان انها تفوز ببطوله العالم للاسكواش الجامعات. الف مبروك يا سنة. سنة ابراهيم لاعبه منتخبنا الوطني ونجمه النادي الاهلي. طبعا دي صوره مجمعه طبعا لرامي عاشور نجم الاسكواش العالمي والنجم المصري موجود في الصوره. طبعا سنة ابراهيم نجمه منتخب مصر، وطبعا سنة اللي في النص هي اللي فازت ببطولة العالم للجامعات للسكواش، فازت باللقب ده. طبعا البطولة اتعملت من 7 لـ 13. سنة كانت فازت باللقب بعد فوز على زميلتها في المنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نور أبو المكارم بنتيجة 3-2. يبدو أن النهائي في السيدات كان أقوى بكثير من نهائي الرجال بنتيجة 3-2، يعني الدنيا كانت قريبة جدا. نور كانت انسحبت في النهائي بعد إصابتها وما قدرتش تكمل الماتش. سنة إبراهيم فازت في دور ال 16 على بطلة هولندا 3-0، وبعدين كسبت بطلة فرنسا برضو 3-0، وفي قبل النهائي كسبت بطلة أسبانيا 3-1. البطولة دي مهمة جدا لسنة عشان تخليها تاخد خطوات أكبر في الفترة الجاية في البي اس اي أو بطولة المحترفين أو رابطة المحترفين للسكواش. سنة مشتركة وبتشارك بشكل مستمر وبتلاقي رعاية كبيرة من النادي الأهلي ومنتخب مصر. سنة ليها مستقبل كبير جدا. طبعا كابتن محمود إبراهيم والدها أحد طبعا يعني المدربين الكبار في الإسكواش، ويبدو طبعا أن هذا شبله من ذاك الأسد. وكده نكون خلصنا أخبارنا المحلية أو أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. هنروح لأخبارنا المحلية، عندنا أخبار جيدة جدا، أخبار يعني إيجابية جايانا من كل مكان في الرياضة المصرية. خلينا نستعرضها مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وهنخش على اخبارنا المحليه. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل هنبتدي بالريشه الطائره. ريشه الطائره لمنتخب مصر، ريشه الطائره الحقيقه للناشئين، حقق نتائج كبيره جدا في البطوله العربيه اللي اتلعبت في الكويت، وهو 12 ميداليه متنوعه. انجاز كويس، انجاز جيد، واحتكاك ايضا جيد لمنتخب الناشئين لريشه الطائره. جت الميداليات كالاتي: 3 ذهب و4 فضه و5 برونز، ودول حققوا منافسات تحت 15 وتحت 17 وتحت 19 سنه ولاد وبنات. انجاز جيد جدا. بمناسبه البطوله اتعملت طبعا في الكويت في الفتره من 8 ل 12 نوفمبر القادم ان شاء الله. خلينا استعرض مع حضراتكم اسامي منتخبنا. منتخبنا شارك في البطوله دي بقائمه من 12 لاعب ولاعبه، وهم كريم وائل عبد الحكيم، ابو بكر زكريا عبد القادر، فاطمه محمد ربيع، فريده محمد فكري تحت 15 سنه، ومعهم تحت 17 سنه الرباعي سيف عمر عادل، محمد حجازي، جنى الغمري، مريم علي. اما فريق تحت 19 سنه فضم كل من يوسف محمد، معاذ هشام، جنى الوزيري، ريم حسين. المنتخب كان بيدربه كابتن هشام سليمان كمدير فني، ومعاه بيعاونه محمد عبد العال كمدرب مساعد، وده تحت اشراف كابتن وليد الكسار عضو مجلس اداره اتحاد اللعبه كرئيس بعثه. ريشه الطائره الحقيقه اللي الفتره اللي فاتت بدات تعمل شغل، بدات تظهر. ملناش قدم في اللعبه، ولكن شاركنا في الاولمبيات اللي فاتت. اتحاد الريشه الطائره عنده خطه طموحه، عامل بلان ومنسق مع الوزاره واللجنه الاولمبيه المصريه، عايز يروح باللعبه لمكان ما رحنالوش قبل كده. فلازم يلاقي منا كل الدعم، وكل الدعم لاي اتحاد بيشتغل عشان خاطر اسم مصر، لان يعني مصر تستحق في الرياضه انها تكون في مركز افضل من كده في كثير في كل المجالات ان شاء الله، وده اللي هيحصل باذن الله. هنروح للخبر المفاجأة اللي انا كنت قلت لحضراتكم عليه واللي احنا سعداء بيه جدا جدا، وهم منتخبنا الوطني للكره الطائره جلوس البارالمبي. طبعا هذا المنتخب شارك في بطوله العالم، نجح في طبعا غياب اعلامي كبير، ولكن احنا هنا مش غايبين عنا، بالعكس احنا معاهم في كل خطوه. نجح انه يحصد رابع العالم. هذا المنتخب يا ساده هو رابع العالم. هذا الجيل، هذا الفريق باعداد 22 يوم راح كسب أكبر فرق في أوروبا. منتخبنا الوطني كان لعب في البطولة دي بطولة العالم في البوسنة والهرسك في الفترة من 4 ل 11 نوفمبر.
منتخبنا طبعا كان خسر خسارته في ماتش الميداليه البرونزيه قدام منتخب البرازيل بنتيجه 3-1. وطبعا جاءت نتيجه الاشواط في المباراه طبعا اللي هي تحديد المراكز 21-25 25-20 23-25 24-26، يعني حتى خسرانين بشرف. هذا المنتخب يستحق الكثير والاشاده. عايز اقول لحضراتكم مشواره عشان تعرفوا قد ايه منتخبنا ده منتخب يشرف، منتخبنا ده منتخب يشرف والله بجد يا جماعه. انا ببارك لكم من كل قلبي. احنا بناخد من فرق او اصحاب الهمم النهارده، ضيوفنا اصحاب الهمم في رفع الاثقال ناشئين، هتشوفوا قد ايه يعني اللاعبين دول بيتعبوا واللاعبين دول بيستحقوا منا التكريم. الفرقه اللي حضراتكم شايفينها دول خدوا اعداد 22 يوم بالظبط قبل البطوله، وراحوا كانوا في مجموعه صعبه جدا، كان هولندا اوكرانيا رواندا، وفازوا وخدوا اول مجموعتهم. ايوه زي ما بقول لحضرتك كده، تاهلوا لدور ال 16 اول المجموعه، وبعدين فزنا على المانيا في دور الثمانية، على بولندا في دور ال 16، وبعد كده فزنا على المانيا، بتكلم بولندا المانيا وما ادراك ما المانيا، المانيا فزنا عليها بنتيجه 3-1 في دور الثمانية، ونطلع نقابل البوسنه صاحب الارض والجمهور ونخسر منه بنتيجه 3-0 بعد مباراه صعبه، وبعد كده نلعب تاني مباراه تحديد المراكز وناخد الرابع. كل التحيه والتقدير لهذا المنتخب، جهاز فني، لاعبين، اتحاد، في غياب الحقيقه اعلامي، ولكن احنا هنا برنامج الابطال مش غايبين عنا خالص والله. احنا من اول يوم وهم في المجموعه وقلنا انهم خدوا اول مجموعتهم، وكان عندهم تاني يوم ماتش ال 16 وقلنا اخبارهم. هذا الخبر هو يعتبر بالنسبه لي هو خبر مفرح جدا. اللاعبين دول لعيبه يعني بنكسب منهم كل شيء، بنتعلم منهم كل حاجه، كل حاجه، صعبات مش سهله واعداد قليل، وفي نفس الوقت بيطلعوا يمثلوا مصر بكل طبعا قوه وحماس وبيجيبوا مراكز لمصر. طيب خليني اقول لكم ال 12 لاعب اللي حقهم علينا، 12 بطل مش لاعب، 12 لاعب هم او بطل: هشام الشويخ، حماده حسن، وشعبان خاطر، واحمد سليمان، واحمد عامر، وحسام مسعود، والسيد موسى، واحمد زكريا، واحمد ذكري، وزكريا ايوب، ومحمد ابو اليزيد، ومطوع ابو الخير، وانور عبد الرحمن، ومعهم جهاز فني كمان: الدكتور وجيه حمدي رئيس الجهاز، محمد رؤوف مدير فني، محمد بشير مدرب عام، الدكتور سامح السيد طبيب للمنتخب، الدكتور عادل عرفات رئيس للبعثه. الف مبروك رابع العالم، وان شاء الله ننتظر منهم ميداليه باذن الرحمن في البطوله البارالمبيه الاولمبيه الدوليه او البطوله الدوليه ان شاء الله، او باريس 2024، لان ده منتخب لو خد الاعداد الجيد السنتين دول ان شاء الله يكون في ميداليه في البطوله الاولمبيه القادمه البارالمبيه القادمه في باريس 2024. كل التوفيق لهذا المنتخب، الف مليون مبروك، بنهنيهم على الاداء، بنهنيهم على المكسب، بنهنيهم على المركز الرابع على مستوى العالم. يعني انتوا اديتونا الحقيقه طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا، الف مبروك. هنروح لمنتخب الجود، الحقيقه غابت اخباره كثيرا عنا هنا في برنامج الابطال، وزي ما دايما قلنا لكم على مدار حلقاتنا، الجودو هي من الالعاب اللي دايما بتمثل مصر في الاولمبياد مش بعثه جيده، ومن من الالعاب اللي بننتظر منها ميداليات اولمبيه. فالجودو من الالعاب اللي ليها تاريخ اولمبي كبير في مصر. منتخب الجودو راح اليابان عشان يعمل معسكر استعدادا للبطوله الاكبر والاعظم وهي الجائزه الكبرى. طب ليه اليابان؟ لان اليابان هم اسياد العالم في هذه اللعبه، اسياد العالم في هذه اللعبه، وفي بروتوكول معمول ما بين الاتحاد وجامعه تينيري، الجامعه اليابانيه الكبيره اللي عندها طبعا اكاديميه كبيره في الجودو. منتخبنا طبعا في الفتره من 11 ل 1 ديسمبر معسكر حوالي 20 او 21 يوم بقائمه مكونه من 8 لعيبه. انا احب يا جماعه الاتحاد لما يعمل معسكر يعمل معسكر في البلد الام، هو كده يعني. انا رايي يعني عايز تعمل معسكر ناجح امريكا مثلا، تروح امريكا او اسبانيا او صربيا مثلا، الفرق الكبيره. طيب نخش للجودو، انا بتكلم مثلا يعني الجودو عمل في اليابان، المنتخب بيستعد البطولة الجائزه الكبرى، هتتلعب فين؟ برضه هتتلعب في اليابان من 3 ل 5 ديسمبر، يعني استعدادك في اليابان وبطولتك في اليابان اختيار جيد وتخطيط جيد بالمناسبه يعني. طيب مين الثمانيه اللعيبه اللي مشاركين؟ عادل حماده ويسري سامي ومحمد عبد الموجود وكريم الحجار وعلي عبد المعطي وعبد الرحمن عبد الغني وعبد الرحمن محمد وعلي حازم، دول الثمانيه، ومعاهم مدرب محمد كابتن محمد علي مدرب المنتخب. دول منتخبنا في الجودو. على فكره الشهر ده مصيري بالنسبه للجودو، معسكر 21 يوم بطوله الجائزه الكبرى، يعني معسكر مع احتكاك، اللعيبه هترجع مكتسبه خبرات كبيره جدا، يعني بصراحه تخطيط جيد. كان ممكن يقول لك نعمل معسكر في اوروبا، نعمل معسكر في الصين، نعمل معسكر في اي دوله تانية، في كوريا، ولكن اختيار معسكر في اليابان هو ضرب عصفورين بحجر، هتلعب مع اعلى المستويات وهتاخد على الجو، لان طبعا انت الليل نهار والنهار ليل، الساعه البيولوجيه بتاخد لها يومين ثلاثه عشان تتظبط، فكل ده هتكسره، هتبقى عايش هناك في اليابان كانك
يعني مقيم، فمش هبقى عندك مشكله خالص في المباريات. كل التوفيق لمنتخب الجودو، وبالمناسبه برضو اتحاد الجودو عامل شغل جيد. كل ده ان شاء الله يا رب يترجم في الاخر لميداليه في باريس 2024 ان شاء الله. ختامها مسك، ختامها مسك. السلاح، وزي ما شفت حضراتكم الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد كان معانا من كذا حلقه، الاتحاد السلاح برضو من الاتحادات اللي مطلعه كوادر جامده جدا. عندنا الختام مسك زياد السيسي، يتوج ببرونزيه تاريخيه في كاس العالم لسلاح السيف بالجزائر. كان في بطوله العالم طبعا، كاس العالم بتتعمل لسلاح السيف في الجزائر، كانت في الفتره من 10 13 اللي احنا فيه. زياد خد البرونزيه، ده انجاز تاريخي على فكره. زياد اللي على اليمين اهو يرتدي قميص منتخب مصر. زياد بدا مشواره بالفوز في 4 ماتشات من اصل 6 في المجموعه، وبعدين فاز في دور ال 128 على التونسي محمد بن منصور بنتيجه 15-5، وفي دور 64 غير الرئيسي فاز على المجري، ده جاي من بعيد. زياد جاي من بعيد. في دور 64 فاز على المجري تماس جلوكوزي بنتيجه 15-9، وفي دور ال 64 فاز على بطل فرنسا 15-14، ودي المباراه اللي وصلته للمركز ده، لان هو كان هياخد خد سكه بطل فرنسا، وما ادراك ما فرنسا بطلت العالم في السلاح. وبعدين فاز على بطل تركيا بنفس النتيجه في دور 32 15-14. انا عايز اوريك يعني مشواره كان عامل ازاي، دي صوره بطلنا زياد السيسي. اما في ثمن النهائي ففاز على بطل ايطاليا بنتيجه 15-14 برضه، وفي دور الثمانيه فاز زياد على بطل فرنسا تاني 15-14. يا جماعه انتوا سامعين المعجزه. طبعا ماتشات من اول دور ال 64 بيكسب 15-14، ولما وصل طبعا لقبل النهائي خسر قدام بطل جورجيا والمصنف رقم 2 على العالم بنتيجه 15-13، برضه كلوز جيم، علشان يضمن برونزيه تاريخيه لمصر في السلاح، لانها اول ميداليه عالميه لمصر في سلاح السيف. 1,000,000 مبروك يا زياد، 1,000,000 مبروك اتحاد السلاح برئاسه الاستاذ عبد المنعم الحسيني مجلس ادارته المحترم، بيشتغلوا شغالين بشكل جيد. خامس اولمبيات، الناس يعني ان شاء الله زي سلاح الرمايه، زي سوري اتحاد الرمايه، عندك اتحادات، اتحاد ريش الطايره، عندك الجودو، عندك الكاراتيه، يعني الاتحاد كره اليد، انا بتكلم على اتحادات منتهى النجاح، منتهى النجاح. النجاح بالنسبه لي مش افريقيا والعرب، النجاح بالنسبه لهيثم وبالنسبه لكل عاشق لوطنه هو اسمه مصر، ان احنا في الاخر نروح ناخد ميداليه نمثل مصر بشكل جيد، لان النهضه الرياضيه، وخليكم خلينا اقول لكم ده بامان، النهضه الرياضيه بتدل على فكر الشعب وبتدل على نهضه الشعب. انت لما تكون في الرياضه ناجح، الحقيقه انا بكلمك بكل امانه، لما بكون في الرياضه ناجح بشكل جيد، ويعني اللعيبه بتاعتك ومدربينك ومنتخباتك تاخد مراكز متقدمه، يبقى انت عندك طفره كبيره جدا في كل المجالات بس مش الرياضيه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا في الرياضه نكون ماشيين احنا بناخد خطوات جيده. نعم بناخد خطوات جيده ان شاء الله، مستنيين مزيد من ابطالنا واتحاداتنا ان شاء الله عشان خاطر اسم مصر. بشكركم، هنطلع لفاصل، دي كانت طبعا فقرتنا الاخباريه، هنطلع لفاصل عشان استقبل ضيوفي النهارده. بفكر حضراتكم تاني، ضيوفي ابطال او الشباب في رفع الاثقال البارالمبي، ابطال افريقيا اللي نجحوا باكتساح ان هم ياخدوا 56 ميداليه في بطوله افريقيا اللي فاتت. هيكون معانا كابتن مصطفى فضلون المدرب العام، واسلام مونجي اللاعب، ومحمد فتحي اللاعب ايضا، اللي حصلوا هم الاثنين على مجموع 10 ميداليات في البطوله، ولكن بعد الحصول. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اللي ما شفناش من اول الحلقه، احنا كان عندنا بطوله افريقيا لرفع الاثقال، لرفع الاثقال للناشئين، كانت موجوده في ارض مصر البارالمبيه، واستطعنا ان احنا نحصد 56 ميداليه والفوز بالبطوله طبعا. والنهارده بنستضيف ابطالنا الحقيقه اللي شرفونا بشكل كبير. في البدايه برحب بكابتن مصطفى فضلون المدرب المنتخب، والمناسبه كابتن مصطفى قبل ما ارحب بيه هو بطل بارالمبي كمان، خد ميداليه في اتلانتا لمنتخب مصر، وميداليه في سيدني، وميداليه في اتينا، يعني هو اصلا بطل اولمبي، وكمان هو دلوقتي مدرب المنتخب. اهلا بيك يا كابتن مصطفى. اهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه النادي. والله شكرا جدا، وانا يمكن النهارده في سعاده غير عاديه، لاني بطل على الساده المشاهدين من منصه الاهلي المحبوبه لكل الدنيا. انت منورنا يا كابتن، وده مكانك وانتوا الابطال الحقيقه. يا رب يخليك، شكرا. برحب بكابتن اسلام مونجي طبعا لاعب منتخب مصر، واللي استطاع انه يحصد 6 ميداليات، 5 ذهب و1 برونز، والحقيقه في وزن 80 كيلو جرام. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بحضرتك، منورنا، ومليون مبروك على المكسب والاداء والميداليات ما شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كابتن مصطفى ابتدي معاك، يمكن بطوله افريقيا محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين اهميتها، يعني دي بطوله اكيد كان ليها استعدادات، كان ليها امور، اكيد كانت بطوله مهمه لينا. احنا خدنا 56 ميداليه من اصل 183 ميداليه، يعني بنتكلم تقريبا من ثلث الميداليات مصر حصدتها حقيقي. خلينا نتكلم مع حضرتك عن اهميه البطوله وازاي استعدتوا ليها. والله بدايه انا احب اتكلم على ورا كل انجاز ورا كل نجاح بيبقى فيه منظومه. المنظومه جايه من الهيد الكبير من ناحيه الدوله،
الممثلة في السيد الوزير على أنه أتاح لنا الفرصة العظيمة ديت. ثانيا رئيسة مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفى طبعا. الدكتور أستاذ عماد رمضان. نرجع للجهاز الفني والمدير الفني كابتن محمد عزت، وأنا شرفت على أني من أحد الأفراد في الجهاز كابتن مصطفى سليم. دي كلها منظومة ورا بطل. صحيح. الكل بمسخر نفسه في الوقت دوت على إزاي إن شاء الرحمن الرحيم نصنع بطل، نطلع بطل من منتخب ناشئين. الله ينور عليكم. وكان بالفعل عندنا أكتر من حد غير إسلام طبعا، الحمد لله إسلام يمكن بداية علشان موجود معايا دلوقتي من أبطال العالم المميزين في الناشئين، ومتوقع له إن شاء الله في الفترة القادمة على إنه يبقى من أبطال العالم في الدرجة الأولى، لأنه لاعب متميز جدا خلقا وأداء. الحمد لله كسر 3 أرقام عالم في البطولة ديت في بطولة أفريقيا ما شاء الله، وأفريقيا المفتوحة أفريقيا بالنسبة لقارة أفريقيا، وأفريقيا المفتوحة بالنسبة للدول الأخرى. نعم. فطبعا عايزين نعرف الفرق يا كابتن، يعني برضه عشان شادي المشاهدين، ايه بطولة افريقيا وايه بطولة هي افريقيا في حد ذاتها محطة من محطات التأهيل لدورة باريس ان شاء الله. تمام. فطبعا افريقيا يهمها ان كل الدول الافريقية تشترك فيها علشان بطولة قارية من ضمن البطولات المؤهلة. نعم. بشكل قوي جدا لازم نعدي على بطولة قارية. تمام. افريقيا المفتوحه فتحنا الدنيا بالنسبه لبقيه الدول الثانيه على ان اللي فاتته فرصه من فرص التاهيل انه يتاهل من خلالنا. فدي كانت ادت كمان للبطوله زخم كبير ومشاركه طبعًا كبيره. طبعا 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 وقوه غير عاديه لما تلاقي في حد جاي لك من امريكا بيشاركك، الحمد لله حد من خارج القاره جاي بيشارك ومعاه ارقام بيخلي البطوله. بس لازم يكون معاه جنسيه افريقيه ولا مش شرط؟ لا مش شرط، مش شرط. لا مش شرط. مش شرط. عشان كده قالوا مفتوحه. خارج خارج دي على فكره نظام غريب شويه، انه يعني بس هو كل لعبه وليها نظامها بالظبط. يعني احنا من ضمن الناس اللي شاركنا قبل كده في بطوله دوليه في 97 كانت بطوله اوروبا المفتوحه، بس كان استضافونا احنا كمصر لان احنا كنا ساعتها حاملين لقب العالم. نعم. واخد بال حضرتك؟ انما النهارده الوضع مختلف شويه، ان هم عاملين افريقيا المفتوحه عشان خاطر اللي فاتت عليه محطه من محطات التاهيل، محطه من محطات التاهيل من عنده يجي يتاهل من خلالنا. فدي طبعا حاجه في منتهى الروعه. شرسه. طبعا طبعا طبعا. فكانت مهمه جدا، ادت للبطوله حس غير عادي يعني. طب احنا نجحنا كده من خلال البطوله ان احنا نتاهل خلاص؟ طبعا طبعا كبار. كل لاعبينا الدرجه الاولى الحمد لله تاهلوا بالفعل لباريس 2024. لباريس 20 ان شاء الله 24. اسلام والفريق بتاعنا كان الدنيا بالنسبه لنا في المعسكر كانت ليها بعض الضوابط اللي من خلال الضوابط ديت خلت اللعيبه تلتزم اكتر، خلت اللعيبه ارقامها الحمد لله اتحسنت للافضل عما كنا مختارينهم من التجارب. في التزام غير عادي في المعسكر، مفيش خروج بره المعسكر، اقامه كامله داخل المعسكر. مسؤوليه بالظبط. يعني احنا كمان كجهاز فني قاعدين مع الولاد في المعسكر، مفيش حد. في المركز الاولمبي ولا فين؟ كنا قاعدين في صالات الدكتور حسن مصطفى. حاجه بصراحه حاجه لا فوق الخمس نجوم. احنا بنتنقل من الشارع من بره نخش جوه، بقينا في مكان غير المكان خالص. صراحة صدقا الناس هناك على خلق عالي واستقبال غير عادي، وكل الامكانيات متاحه لينا جوه. انتوا يا كابتن يعني تشرفوا اي مكان يا كابتن، وخليني اجي بطلنا الكبير طبعا كابتن اسلام صاحب ال6 ميداليات. كلمني يا كابتن عن انجازك الاول، ال6 ميداليات في ايه وكم ذهب وكم برونز وكم فضه، يعني احكي للساده المشاهدين على انجازك الكبير اللي حققته في بطوله افريقيا. والله انا في البطوله ديت لعبت فئه ناشئين وفئه كبار. الاثنين دخلت الاثنين. الحمد لله. حققت 4 ذهب في الناشئين، وعملت ذهبيه المجموع في الكبار، وبرونزيه المنافسه. طيب في الناشئين انت شاركت في كام منافسه؟ 4؟ يعني الـ4 اللي شاركت فيهم خدت الذهب، ولا شاركت في حاجات ثانيه يعني منافسات ثانيه؟ والله هو الحقيقه انا مش عارف. هو اللي حصل مع اسلام بالنص يمكن هو النقطه دي تايهه عنه. ان هو عمل اول ناشئين افريقيا ما شاء الله ذهب، وبعدين التصنيف الثاني اول ناشئين افريقيا المفتوحه حتى. من الدول الاخرى اللي مشاركه هو عمل عليهم اول ما شاء الله. بعدين بنحسب المجموع بتاع افريقيا وافريقيا المفتوح عمل اول ما شاء الله. بس كمل يعني انت إسلام. يعني انت كان منافسات مع كام لاعب بالتقريب كده اسلام؟ هو انا مش متذكر. عدد كبير. طبعا عدد كبير مش متذكر. كان عدد كبير يعني. احنا انا بتكلم ليه ان احنا عندنا بطل مرعب.
بسم الله ما شاء الله، بطل مرعب. الله يبارك لك. طالع يعني بقوه الصاروخ كابتن مصطفى، يعني بيقول ان عليك ما شاء الله، يعني انت كبطل او يعني احد ابطال العالم في الناشئين، منتظر لك ان شاء الله نفس الكلام تبقى في مع المنتخب الكبير باذن الله ان شاء الله. طب يعني خلينا نتكلم على الاستعداد للبطوله، بداتوا ازاي؟ من امتى بتستعدوا ليها؟ خاصة ان كان في فترة كورونا دي كانت وحشة على الكل، كان احنا تقريبا قاعدين في بيوتنا. استعديتوا ازاي للبطولة دي وبدأتوا قررتوا الاشتراك امتى؟ يعني كلمنا عن تفاصيل ما قبل البطولة. احنا عسكرنا قبل البطولة بشهرين، وزي ما كابتن مصطفى قال لحضرتك كده، الالتزام كان النوم بتاع ضغط في ميعاد، والاكل في ميعاد، والتدريب في ميعاد. ففي الشهرين دول الحمد لله عرفت ايه ارجع لمستواي بسرعة، والحمد لله انا كنت داخل المنتخب 160 كيلو، عملت 15 كيلو زياده، هي 175 بس سجلت في البطوله 170 كيلو، لان حضرتك عارف رهبه البطوله برضو. لازم بتنزل سنه، انت لو عايز تجيب رقم في التدريب لازم تلعب. طبعا عشان في البطوله بتنزل شويه، لان الرهبه والخضه شويه وده طبيعي. وده طبيعي، يعني انت جبت في البطوله 170 بس انت رقمك اللي بتجيبه في التمرين عادي 175. 175 ممتاز ممتاز. طب اقرب المنافسين اللي كان كام؟ خلي بالك ده مؤشر برضو. اقرب المنافسين ليا كان بيتراوح من 140-145. بسم الله ما شاء الله. فهو طبعا الحمد لله كان راكب الميزان من بدري. ما شاء الله ده كتير، يعني بنتكلم في 150 مثلا، احنا بنتكلم في 170. بسم الله ما شاء الله، يعني انت راكب الميزان ب ب ب ب ب ب يعني مرحله دي نقطه كمان بتميزه، بتميز اسلام على انه ان شاء الله هو طالع بشكل كويس، لان هو منضبط رياضيا جدا. واضح يا كابتن. ودراسيا برضو على التوازي. بتدرس ايه؟ بتدرس ايه اسلام؟ بتدرس ايه قول لي؟ بدرس تجاره. فعلا والله برافو عليك. اولى مواظب وبتروح وكل حاجه وبتحضر. الحمد لله الحمد لله. طب قول لي ابتديت اسلام، يعني عشان برضو الناس تبقى قاعده بتتفرج علينا، لانه معلش خلينا نتكلم بكل صراحه، بيجي مثلا اللاعب من دول بيطلع مثلا لو عنده حاجه تعيقه عن ممارسه الرياضه بيطلع محبط، ولا انا ما ينفعش اعمل. احكي لنا تجربتك عشان الناس تشوفنا ان بالعكس ده انت ممكن تبقى بطل عالم وتبقى ايقونه لينا كلنا. انا فعلا من صغري يعني كنت طالع، اللي هو ابويا كان قافل عليا، اللي هو يعني خايف من التنمر وكده. بس واحده واحده ابويا كان بيشتغل ايه معايا في البيت، ضغط ولو الحاجات دي تدريبات. بيلعب رياضه؟ ايه؟ جيم. كان بيلعب حد؟ بس التدريبات دي غلط، ان انا ايه ادافع عن نفسي لو حد ضايقني مثلا في الشارع ولا حاجه. بابا كان يعني عنده اعاقه او حاجه ولا عنده؟ عنده اعاقه حركيه. هو كان عنده تجربه مش عايزك يعني؟ مش عايزني اخدها. طيب وابويا شاف فيديو الكابتن شريف عثمان، دي البدايه خالص بقى. نعم. وقال لي يا اسلام انت جسمك حلو، ويعني طب خدك الجيم معاه؟ ايه خدك الجيم معاه؟ كنت كام سنه وانت بتروح؟ كنت تقريبا 15 سنه. كنت بتروح، يعني بتروح وانت عندك 15 سنه ولا 15 سنه؟ يعني انت بدات كبير كمان. يعني رحت الجيم وانت لا عندك؟ والجيم غير رفع الاثقال تماما. طبعا طبعا. يعني انا لما دخلت رفع الاثقال كنت مفكر نفسي ان انا عملاق، ان انا هكتسح اي حد. طبعا لما دخلت انا والدي شاف فيديو الكابتن شريف عثمان وقال لي يا اسلام انت الراجل دوت انت تغلبه. هو لما شاف جسمه وهو بيلعب في الميزان اللي تحت قال لي انت تغلبه، انت جسمك احسن منه، ده البطل المصري، يعني هدخلك اللعبه ديت ايه وان شاء الله تغلبه. هو مش فاهم، مش فاهم الموضوع. انا لما دخلت عملت 120 كيلو، كان اول اختبار ليا مع كابتن مصطفى، وكنت متضايق جدا. يعني لا تجيب اكتر من كده كمان، يعني 120 كنت متضايق ليه؟ 120 ده اول اختبار ليا. طب ما 120 ده كويس قوي. انا كنت مفكر نفسي ان انا اروح اشيل بال 200 كيلو. لا عشان انت، لا وانت لسه بتقول لي الحديد الجيم حاجه غير رفع الاثقال. صح، ما الفكره دي وصلت لي بعد ما دخلت رفع الاثقال. باباك عمل ايه؟ معلش برضو انا عايز اتكلم بتفصيل في القصه دي ليه، عشان انت قدوه لشباب كتير. باباك خدك وداك لمين؟ خدني ووداني اتحاد الشرطه. ممتاز. لكابتن مصطفى. موجوده في اتحاد الشرطه. اتحاد الشرطه. حلو. وكابتن مصطفى هو الكابتن بتاع اتحاد الشرطه. انت شفته اول ما جه وقلت له ان شاء الله مع اول بطوله عالم ناشئين هتكون جايه، حصل انت هتكون فيها وباذن الله هتبقى هتعلق فيها اول. انا افتكرت ساعتها بيجي مني، لان بطوله عالم ايه اللي هطلعها ومعايا 120 كيلو. رحت له. جالك عنده كام سنه كده؟ هو ده. بص يا استاذ هيثم، هو حضرتك دايما عين المدرب بتختلف عن عين الاخر. طبعا انا لما بشوف اللاعب لازم ليا نظره ثانيه مختلفه، سيمتريه اللاعب في الجسم. فطبعا المقاومات بتاعت اسلام كانت كلها بتشير على انه هيكون بطل في الناشئين. برافو عليك، خاصة انت لما بطل اولمبي انت كمان يعني. الحمد لله. فطبعا لما اتعاملت معاه لقيت فيه عنده شوية حاجات نفسية مكلكعة،
خدت مني وقت كبير ان انا اقعد معاه جلسات لوحدنا، خدنا تقريبا في حدود 3 شهور. بدنيا ونفسيا؟ نفسيا. بداتنا ان احنا نحل فيها حته حته لغايه اما الحمد لله اسلام اتغير معايا بنسبه كبيره جدا، في وسط الناس اتغير بشكل واضح وملموس، وبدا ان هو يتعاون مع زمايله جوه، يقبل ويوصل، ياخد المعلومه ويطبق. هو في الاول كنت بدا الحمد لله ان هو يتفوق على نفسه في الفتره دي. عارف يا كابتن، يعني انا الاول بهنيك بصراحه، ربنا يكرمك، انت قدمت لمصر بطل كبير، واكيد غيره زمايله كتير مش معانا، واكيد يعني ان شاء الله هيكونوا معانا في حلقات تانية. ان شاء الله. انا بهنيك، ليه؟ انت بخبرتك صنعت لنا بطل، وشفت في بطل انه ينفع يكون، يعني احنا محتاجين كشافين زي حضرتك في كل حته المفروض. بس برضو ارجع واقول ابن والدك ربنا يديله الصحه، طبعا هو موجود طبعا، يعني ربنا يديله الصحه يعني وطوله العمر. والدك هو ال طبعا هو اللي هو السبب في كل ده، انه خدك وراح بيك لاتحاد الشرطه وكابتن الترقيه. طبعا هو قدر ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت رحت اتحاد الشرطه، خبطت على الباب، يا جماعه انا جاي العب اللعبه دي، انت جاي متنشن، عندك طبعا مشكله في التعامل مع الناس، ده وضع طبيعي جدا. دخلت بدات تقعد مع كابتن مصطفى، كلمني بقى عن التطور. التطور جه ازاي؟ والله هو التطور جه بعديها على طول بتاني شهر، عملت 130 كيلو 10 كيلو، وكنت زعلان كمان. انا قلت بقالي شهر بلعب اللعبه ومفيش 10 كيلو بس، 10 كيلو بس، ايه ده؟ انا مش هنفع في اللعبه دي. وكنت بكلم كابتن مصطفى بقول له يا كوتش انا عايز اعمل ارقام عاليه، اللي هي اللي بيعملها كابتن شريف عثمان وكابتن هاني محسن. انت عندك سنك صغير لسه، فقام قال لي انت لسه جاي كله بتاعك. فجيت قلت له لسه اللي هو امتى يعني، كام سنه؟ امتى ده اللي هو امتى؟ الاسبوع الجاي. قام قال لي اصبر. ويعني هو زي ما حكى لحضرتك دهوت، كان عندي شويه حاجات نفسيه كده دهوت، يعني ايه اللي ما كنتش بتقبل اي حاجه، اللي هو انا ما عملتش كذا انا هتضايق، مش هلعب تاني، انا لازم اعمل رقم كذا عشان استمر. لو ما حصلش تطور مثلا خلال شهر مثلا بتاع 10 15 كيلو كده اهوت، يعني انا في يعني اوقات كتير الحديده وقفت مني، ما قدرتش اتطور. مش عامل وزنك ما بيعلاش؟ ما بيعلاش خالص. كنتش بتحبط؟ ايه لا انا كنت بحبط طبعا. طب قول لي انت كنت الاول، معلش، كان الاعاقه دي عامله لك مشكله ان انت مش عارف تختلط بالمجتمع، ده وضع طبيعي جدا، وده هو ده الاختبار يا ابني، ده الاختبار اللي انت منه بتلهمنا احنا، حتى يعني احنا يعني بناخد منك المثابره والاصرار. لما بدات تلعب رياضه بتمشي في الشارع رافع راسك؟ طبعا، وانا احسن من السليم. الله ينور عليك. انا عايز اسمع دي طبعا، انا عايز اسمع دي. هو برياضتك بقوته باصراره بقيت نجم وبطل عالم واحسن من ناس كتيره سليمه ما عملتش نص اللي انت عملته. ولسه مش البدايه، يعني لسه ان شاء الله. برافو عليك. شايف التحدي اللي في عينك؟ حقيقي حقيقي حقيقي، يعني شايف التحدي. انا والله العظيم يا ابني فخور بيك، والله والله يا ابني انا عايز اقول لك، انت يعني مدي، يعني حسستني ان الدنيا فعلا فيها ابطال كبيره جدا جدا جدا. طب قول لي يا كابتن، انت اسلام شايف له ايه؟ شايف له ايه اللي جاي؟ هو ان شاء الله الرحمن الرحيم. طبعا اللعبه بتاعتنا دايما بتبقى محتاجه 100% صبر، وديت احنا بنصدرها للاعيبتنا بشكل دائم. الرقم ممكن يقف منك شويه، ده طبيعي، ده طبيعي. تتمرن وما بتزيدش. اللعبه بتاعتنا لعبه هرميه بطبيعتها، زي رفع الاثقال اصحاء، زي اي لعبه ليها خطه، ليها خطه. اي لعبه في الدنيا ليها خطه. لازم ان انا هوصل لحته معينه، الكيرف بتاعي بيطلع وبعد كده بيستقر، ممكن يقع لاي سبب من الاسباب، وبعدين في اسباب كتيره جدا ان هو يخلي المستوى يقع بشكل نسبي. اللي بيها ما تهدمش، ده بالعكس انا باخد من الوقعات ديت افاده للاعب ان احنا بنعدي البرنامج وبنطلع تاني للماكسيمم بتاعنا، بيكون للتطور فيه ملحوظ. يعني كلام حضرتك دي رساله. طبعا ما تزهقش من التمرين وهتوصل. لا لا، طب معلش وريني ميداليه، وريني ميداليه كده، ميداليه ذهب من اللي انت بتعتز بيهم. معلش يا جماعه دي الميداليه، انا بس عايز حضراتكم يعني لو ينفع نجيب اي واضحه، بتهيألي واضحه مش كده؟ واضحه. واضحه، يعني عايز اوريكم يا جماعه، بصوا يعني احساس اللاعب واحساس اسلام، يعني انا عايز بس الكاميرا برضو تيجي على اسلام. بصوا الابتسامه، بصوا الضحكه، بصوا التعب اللي تعبه اسلام، والتحدي فوق الوصف عشان يوصل للميداليه دي. وعندنا 4 ذهب قدامنا، واحده برونز محطوطين على الترابيزه. خلينا يا جماعه شاب مصري في مقتبل عمره يحول اعاقته
الى مفخره للعالم كله، مش ليه بس، مش لبلده، لا للعالم كله بيفتخر بهذا اللاعب، وزيه كتير على فكره، زيه كتير. فاذا الاعاقه على فكره مش في الجسم، الاعاقه في المخ، في العقل، في المنتاليتي بتاعتك. فيعني انا بقول لك اسلام، يعني انت يعني مبروك طبعا، انا مش قادر اقول حاجه، انت يعني بتدي مثل كبير جدا لشباب. طيب احنا اتكلمنا عن مستقبلك، كابتن مصطفى اتكلم، عايزك تقول رساله، رساله كده توجهها لكل واحد، كل شاب عنده نفس طلع من حياته وهو صغير، طفل صغير لقى نفسه مش زي الاسوياء او الاصحاء وحس انه عنده يعني كسره نفسيه، وجه له رساله اسلام، قول له كلمه من منطلق انت راجل دلوقتي بطل عالم بتشاور عليك بالبنان. والله هو الاعاقه زي ما حضرتك قلت اعاقه مخ مش اعاقه حركيه، وان انا فعلا يعني لما كنت في الاول كنت يعني من الصعب ان حد ايه ان هو يعني كابتن شريف حسن لو كنت بوصل له ده بطل، بطل اولمبي، لا انا مش هبقى زيه، ده راجل ده حاجه كده خارقه، انا مستحيل ابقى زيه، لا تحدى نفسك. برافو عليك. انا لما ابتديت اللعبه ديت من الجيم خالص كنت بشيل كيلو دمبل كيلو، يعني كنت بوصل دمبل 50، حلمي ان انا اشيل دمبل 50، بتعدي من جنبه كده بس، يعني ان ده يعني مستحيل اوصل له، يعني كابتن الجيم كان بيجيب لي الدمبل الصغير اللي حاطه زينه بره ويقول لي خد اتمرن، ومع ذلك يعني انا فضلت مصر وتحديت نفسي وصلت الحمد لله مستوى يعني زي ما حضرتك شايف اهوت، ولسه ان شاء الله دي مش البدايه، لسه باذن الله اللي جاي احسن. يعني انت تقول لكل زيك اتحدى نفسك، اتحدى نفسك وما تخجلش من اعاقتك، لا دي حاجه ربنا كتبها عليك، بالعكس يعني انا اعاقتي سر نجاحي. الله ينور عليك، الله يفتح عليك يا ابني والله العظيم. انا بجد مش عايز اقول لك قد ايه انت اديتني امل ان لسه الناس لسه يعني في تحدي وفي اراده، وده طبيعي على فكره، ده طبيعي جدا جدا. طيب حاجه تانية عايزك تقول رساله لوالدك. والله انا بشكر والدي على اللي عمله معايا، يعني بشكر والدي ووالدتي، يعني هم انا والله ما عارف اقول ايه، يعني الشكر مش عارف اطلعه بلسان، اللي جوايا دي حاجه لا يعني لا توصف. انا بشكر ابويا وامي على التعب اللي تعبوه معايا، وامي على التعب اللي تعبته من صغري، يعني انا من صغري امي ديت كانت تعبانه معايا في المستشفيات والحمد لله وصلتني للمستوى دوت، وكل الميداليات ديت مش انا اللي عاملها، ده تعبهم، ويعني ربنا يعني ان شاء الله يكرمني في الفتره الجايه عشان افرحهم باذن الله، وان شاء الله اولمبياد باريس يعني انا مصر عليها باذن الله، وده حلم والدتي. احلى حفله في الدنيا في القناه ان شاء الله. كلمه لمدربك ده بقى، والدك الروحي ده الاب الروحي ليا، ادي له كلمه عليها. كابتن مصطفى حبيب قلبي، ده كابتن مصطفى دوت والله يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه والله، هو احساسه واصلني من غير كلام، لاني احنا الحمد لله سواء في منتخب او نادي، يعني في منتخب في كابتن محمد عزت طبعا مدير فني، ربنا يديله الصحه يا رب، راجل محترم فوق الغايه، عنده تكنيك فني هايل، عنده حس باللاعب باحساس جميل. كابتن مصطفى سليم، احنا الحمد لله جهاز متعاون جدا، انا طبعا علشان قريب من اسلام فتره اطول، انا اسف يا كابتن، طبعا احنا بندعي الساده المشاهدين ميداليات، واسلام قال كلمه جميله جدا، قال لك خلي اعاقتك هي سر نجاحك. حقيقي كلمه جميله تحط تجربه، تحط يعني تخيل لما يقول لك اعاقتك دي كانت هي خليك مكسوف وخايف من التنمر، تتحط ما بين قوسين، اعاقتك سر نجاحك، هو قالها بشكل عفوي ولكنها هي حقيقه. والرساله اللي تتوجه ما تتوجهش للطفل المعاق او للولد المعاق اللي قاعد في البيت، الرساله تتوجه للاب وللام على انهم اوعوا تقفلوا على ابنكم وتخافوا ان حد يبص لهم بصه مش كويسه. اسمح لي يا كابتن احييك على الهواء، احييك على الهواء يا رب يخليك، تسلم. كلمتك دي الاب والام. طبعا طبعا، زي ما والدك والدتك وقفوا جنبك وامنوا بيه. طبعا كل اب وام في ابهات في مصر مليانه مراكز، في اولياء امور كتير بيخافوا من الحته ديت على اولادهم، لذلك بيطلعوا منهم اللي هو عنده توحد، اللي عنده اكتئاب، اللي عنده كذا، اللي عنده كذا، مش عارف يتعامل مع البشر بره بيته. انما لا، ما تقفلش على المجتمع، لازم لازم. اصل تعالى النهارده لما نيجي نتكلم عن المعاق واندماجه بالمجتمع، النهارده احنا عندنا كم معاق بيشغلوا مناصب مهمه في الدوله؟ مش يعني احنا لو 12 مليون معاق او 15 مليون معاق، منا على الاقل خالص 10 مليون معاق جوه الوظائف بتاعتهم،
كل معاق فيهم متوسط افراد اسرته ما تقلش عن 5 افراد ما شاء الله، وهو اللي بيعول اسرهم. فطبعا المعاق هنا مش هو اللي يحتاج ان هو يندمج في المجتمع. تعرف يا كابتن، المعاق ليس المعاق حركي زي ما قال، خالص 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 في ذهنه بس، اللي يبقى عنده صحه ومش معاق ومش عارف يدير نفسه، مش عارف يدير نفسه، بيقول لك مش لاقي شغل، ويقول لك انا مش عايز اتمرن، مش عارف يتمرن، مش عايز انتج مثلا مثلا. يعني هو ده المعاق الحقيقي، حقيقي ليس المعاق هو من اللي عنده اعاقه حركيه اصلا. ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل واحد فينا 24 حق في حقه في الدنيا، 24 إيراد. بيشيل حاجه من حد من صحته بيعوضه في حاجه ثانيه، وهكذا الدايره بتدور مع كل البشر. بس كابتن قبل ما نطلع لفاصل عشان طبعا محمد ينضم لنا، احلامك، عايز حلمين ثلاثه من احلامك الفتره اللي جايه. والله انا حلمي الفتره ديت ان انا العب اولمبياد باريس ان شاء الله تلعب. هو في ناس كتير قالت لي ان ده مستحيل، بس وعد مني ليك والكل اللي بيتفرج عليا ان اولمبياد باريس هشارك فيها وهعمل فيها ميداليه باذن الله. واحنا مستنيين وعدك. مصر ان شاء الله قدامك اهي، قناه النادي الاهلي شايفينك، وباذن الله هنستنى وعدك وهننزله على السوشيال ميديا باذن الله. وباذن الله احنا عندنا ثقه فيك انت وفي كابتن مصطفى باذن الله. باذن الله نطلع مع بعض بالميداليه الاولمبيه ان شاء الله. نورنا. بشكرك يا اسلام. لازم اطلع فاصل عشان اقابل طبعا او ينضم لنا محمد النجم الثاني او البطل الثاني. اعزائي المشاهدين نشكر اسلام وبنطلع لفاصل عشان نستقبل محمد فتحي النجم الاخر اللي حقق 3 4 ميداليات، 2 ذهب و2 فضه في وزن 49 كيلو جرام، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بنرحب بمحمد فتحي نجم منتخب مصر في الاثقال البارالمبي واللي حقق 4 ميداليات، 2 ذهب و2 فضه، قدامي على الترابيزه الميداليات في وزن 49 كيلو جرام. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا في قناه الاهلي. الله يخليك، والف مبروك، انجاز كبير. الله يبارك في حضرتك. محمد، يعني يمكن كابتن مصطفى معانا مكمل معانا من الفقره الاولانيه، وانضمامك للمنتخب، يمكن اتكلمت مع اسلام، انضمامك للمنتخب كان ازاي؟ ازاي رحت المنتخب؟ والله المنتخب ده كان حلم، يعني ان انا اخش المنتخب واعمل ارقام عشان اسافر معاهم وكده يعني. طب دخلت ازاي؟ يعني ابتديت لعبه رفع الاثقال ازاي؟ ورحت ازاي وبدات يبقى عندك حلم؟ انت احنا كلنا بنعمل، بنلعب في نادي وبعد كده بنلعب مع نادي بيبقى معانا زمايلنا، نسمع عن المنتخب قول يا رب اخش المنتخب. ازاي التطور جاي ازاي؟ ابتديت الاول كام سنه رفع اثقال؟ يعني من سنتين بالظبط او 3 سنين. ابتديت فين؟ في الشرقيه. ايه ده، انت محافظه الشرقيه؟ اه محافظه الشرقيه. ولعبت ازاي في محافظه الشرقيه؟ كنت في الاول كنت في مدرسه الثانويه، وكنت رايح الدرس بتاعي وكده، ورجعت وبعدين قلت لبابا ايه، انا ما كنتش عايز اروح، حصل كده ايه طشه كده في المدرسه وكده، قلت له انا ما كنتش ايه رايح المدرسه. قال لي ليه ومش ليه؟ قلت له كده وعايز العب جيم، ما قلتوش رفع اثقال، قلت له انا عايز العب جيم. سبحانك يا رب. وقابلت الكابتن محمد ابو اسماعيل ودربني وطلعني بورسعيد، عملت اختبار مع الكابتن جلال، والكابتن جلال اخذني، كان اول اختبار ليا للمنتخب السنه اللي فاتت. ودخلت وبعدين سافرت معاهم بطوله جورجيا، كان اول بطوله في حياتي كلها، بطوله عالم. سافرت معاهم ما حصلش نصيب، يعني كان لسه ايه بتعود. يعني انت في سنه ونص كنت منتخب؟ اه طبعا. طيب يعني محمد، هل الموقف اللي انت حصل لك ده اللي اثر فيك؟ الله اعلم موقف بقى كان فيه تنمر، كان فيه ايه ما اعرفش، ايا كان، سبحان الله حولك واحد تاني، تحول طلع الوحش اللي جواك. طبعا. يعني برضو خلي بالك، ما ممكن واحد يتعرض لموقف زي ده ويحبط، انت خدته بحاجه ايجابيه، قلت لا انا هبقى بطل. والتقدم السريع بتاعك اللي حصل في اللعبه ده يدل على عزيمتك وارادتك اللي انت عايز. انا عايز اوصل وعايز اعمل ارقام وعايز اخش وتبقى بطل اولمبي وعايز احقق حلمي يعني. طب لما انت حققت كده بابا قال لك ايه؟ هو بابا قاعد في الاستراحه، واحب اشكره برضو، واحب اشكر والدتي ان هم دعموني وتعبوا معايا برضو عشان يوصلوني لهذا الحال. يعني انت سعيد دلوقتي؟ انت دلوقتي، طب اسالك سؤال، انت دلوقتي زعلان من اعاقتك؟ لا والله مش زعلان ولا حاجه. وانت جاي النهارده من الشرقيه وجاي فخور، انت راجل بطل افريقيا وراجل رايح بطل اولمبيات وبتاع، يعني بسم الله ما شاء الله عليك، انت راجل يعني دلوقتي تشاور عليك بالبنان، فانت حاسس ان انت عملت حاجه. اه الحمد لله، ان شاء الله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب كابتن مصطفى، يعني محمد بيلعب معاك ولا لا؟ هو معايا في المنتخب. اه في النادي. محمد لا، مش في النادي. هتجيبه معاك؟ اتمنى. وبعدين محمد بيلعب باسم نادي، اسم نادي الايمان الرياضي للمعاقين.
ده كان اول نادي انا لعبت فيه، ويمكن ابطال مصر القدامى كلهم مروا على نادي الايمان، يعني نادي الابطال الحقيقي بالنسبه للاجيال السابقه. ومحمد يمكن نسي يذكر حاجه، ان هو من فقوس في الشرقيه اللي منها الله يرحمه بطل ابطال العالم احمد جمعه، صاحب 5 ميداليات بارالمبيه. والشرقيه بصفه خاصه معروفه ان فيها اكتر من حد كانوا مشاركين معانا في المنتخب وعملوا انجازات هايله، فالحمد لله يعني ايه البلد مثمره ما شاء الله. ما هو الراجل بيقول لك يعني معلش محمد، كل واحد من دول يا كابتن حتى انت شخصيا مر برحله كفاح كبيره، تكتب تعمل فيلم. الحمد لله والله يا محمد تتعمل فيلم، ده انت تلهم ملايين الشباب الاصحاء واللي عندهم اعاقه حركيه، انت تلهمهم باللي انت عملته ده، تلهمهم. وخلي بالك يا كابتن برضو، لو ما فيش متنفس الدوله عاملاه للشباب وللبارالمبيين اللعيبه البارالمبيين كانت هتبقى مشكله. اه طبعا طبعا، احنا لما نبص على اصل الرياضه، هتبص للرياضه ديت على ان دوت هو الحاجه الايجابيه الوحيده اللي الواحد بيطلع فيها طاقته الحقيقيه، والطاقه بتاعتها بتبقى ايجابيه 100%، انها بتعود عليا في الشكل العام في صحتي، بتغير مسار حياتي المجتمع. بتغير مسار حياتي وسلوكي وفي كل حاجه في حياتي الرياضه بتغيرها. فطبعا احنا برضو لما بندعو كل الناس حتى الكبير في السن، لما انا كنت عامل جيم بتكلم مع الكبير، احنا بنحتاج الرياضه اكتر من الصغير كمان، بتعدل من شكلنا وبتعدل من سلوكنا وبتعدل من كل حاجه. طبعا، فالرياضه لما يجي حد من المعاقين، يعني انا كنت بطل ناشئين كمال اجسام قبل ما يحصل لي مثلا الاعاقه بتاعتي، متربي على الرياضه من يعني وانا عندي حاجه جت عندك في الكبر، في الكبر وانا عندي 17 سنه، واخدت منها الدافع على اني اشتغل واعمل برضو فورمه، بس انا عارف ان انا هعمل فورمه وهي مش معتمده بالنسبه للمعاقين في نعم. كمال اجسام، لذلك خليت في الاسقاط، ما كنتش اعرف لسه حاجه عن عالم المعاقين لغايه اما عرفت، والحمد لله انضميت للمنتخب، وكانت اول بطوله دوليه ليا بعد 6 شهور من انضمامي للمنتخب، بطوله فرنسا الدوليه سنه 91. تحدي غيرت مساري خالص. تحدي. لذلك نفس الكلام في الشباب الصغير، احنا دايما بننصحهم وبنقول لهم الاعاقه منحه من الله ليك. الله. منحه نستغلها بالشكل السليم. لو اشتغلتها شكل سليم. طبعا طبعا. طب خلينا اسال محمد، يعني ال4 ميداليات اللي معايا هم 2 ذهب و2 برونز، قول لي حصلت والاوزان. انا افريقيا مغلق وفي افريقيا مفتوح. تمام. خدت فيهم ايه؟ افريقيا مغلق ومفتوح. ذهب وفضه. ما شاء الله، يعني ذهب فضه هنا وذهب وفضه هنا. كم لعيب لعبت صدق؟ يعني مثلا انا اللي انا نافستهم 4. 4 حلو. جنسياتهم فاكرها ولا؟ واحد تايلاند وكازاخستان، واحد مصري، وانا كنت مع المصري. حلو. ونفس الكلام في المفتوح، ده المفتوح ما هو انت تايلاند. طب افريقيا المقفوله او افريقيا العاديه كان بنفسك افارقه، فاكر مين اللي كان بنفسك فيهم كويس؟ لا مش فاكر. لا مش جنسياتهم. مش فاكر. بس خدت دهب هنا. طب وزن ايه بقى؟ 49. 49؟ لا الوزن 49. شلت قد ايه؟ 109. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. طب اللي وراك شال كام؟ اللي تحتي 108. يعني فرق كيلو بينك وبينه. يعني منافسك قوي. محمد عنده اكتر من كده. ما الكابتن رقمه كام؟ محمد. لا محمد عنده اكتر من كده. محمد ما شاء الله، يعني هو ممكن يخش في 112 115. بس رهبه البطوله، ولكن مش حته رهبه البطوله بس، احنا كتيم يعني كنت انا مثلا بطلع مع اللاعب علشان اوظفه على حسب الحاله النفسيه اللي على المسرح فوق اللي في اللعب. كابتن محمد عزة كمدير فني قاعد تحت علشان خاطر يحط الكاتشنه ويشوف الجو الملائم بالنسبه للشاشه عامله ازاي، والمنافسات كيلو فوق وكيلو تحت والكلام ده شغل مش قليل. فطبعا احنا لازم نلعب مع اللاعب بتاعنا على المضمون باقل مجهود. برافو عليك. عملنا، هو حط له المحاوله الاخيره. وبتبص على المنافس كمان. طبعا، ما هو لازم عيني على المنافس ومالها نفسه طبعاً. ازاي وبحط له، بخلي اللاعب بتاعي في الامان الى ابعد. برافو. حد. برافو عليك. يعني بخل... كاتشانا. طبعا ده مش هزار. مش خش له خلاص. لا 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 خالص خالص. لا ده كان بيبقى في الاول في فرق ميزان، واللاعب بتاعي لو تسوى معاه بعمل ايه وممكن تخليه هو رقم بيجيبه تقول لا خش هات اقل منه، لان انت حسيته على الستيج مش هو في حالته. مثلا فبداياتنا دايما الستارت هي اللي بتبدا. هي اللي بتخلينا نحط هنعمل ايه، نشوف اول الستارتات بالنسبه للناس كلها. برافو. وبنبدا نشتغل عليها. برافو. فطبعا ايه احنا يهمنا ايه محمد، يبقى ان شاء الله نمره واحد. يعني محمد انا افهم باقل مجهود جاب 109 باقل مجهود، انما هو يقدر يجيب 112.
و113 ونخليه بس ونخليه يولع الدنيا. بس احنا مش عايزين كده ان شاء الله في اللي جاي باذن الله يكسر الدنيا. انا لسه عايز اتكلم بقى معاك في اللي جاي بس هيطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نيجي نكمل حلقتنا الحقيقه المستمتع بيها جدا، حلقتنا اللي فيها كلها طاقه ايجابيه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ابطال رفع الاثقال البارالمبي اللي طبعا حصدوا 56 ميداليه في بطوله افريقيا اللي فاتت. اجي لك يا محمد. محمد كم سنه؟ 18 سنه. ما شاء الله لسه صغير. طيب انت البلان بتاعتك او اللي رسمها لك كابتن مصطفى والاتحاد بتهيألي ممكن ما تبقاش باريس، صح؟ اه. يعني انت البلان بتاعتك لوس انجلوس اللي هي 2028. انا ان شاء الله مكمل. مكمل. ان شاء الله لو عملت رقمي اخش، ما عملتوش ان شاء الله هستنى لوس انجلوس 28 وهعمل يعني فيها رقم كويس. يعني انت 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 مش شغال في محطتك عادي. اه. ظبطت معاك ان شاء الله. ان شاء الله. باريس تمام، ولكن البلان الاساسيه ليك 2028. اه لوس انجلوس. لوس انجلوس. اه. ولسه كابتن مصطفى في الفاصل قال لي ان شاء الله انت هتبقى كمان كينج الميزانيه. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. طيب بتتمرن كم ساعه في اليوم؟ يعني ساعتين كده بس. ساعتين. كل يوم. كل يوم. في الشرقيه صح؟ اه في الشرقيه. مين اللي بيدربك هناك في فقوس؟ كابتن محمد ابو اسماعيل. اه. عندنا يعني من بلد من القريه بتاعتنا وكده. هو اللي بيمرنك. اه. طب وفي تنسيق بينه وبين كابتن مصطفى ولا؟ لا مش دايم والله. مش دايم. لا لا مش احنا بناخد اللعيبه بناء عن تجارب بتتم بتكون معلنه من قبل اللجنه وبنختار الولاد اللي هم المتميزين اداء وحديده وكده وبناخدهم وبنبدا نشتغل معاهم فتره وبنعمل لهم بقى التجارب بتاعتنا وليهم برامج معينه والحمد لله يعني الحمد لله فرقت معاهم كلهم يعني. انا سعيد ان كمان محمد انت طالع من فقوس مش يعني قريه. اه طبعا. وما شاء الله وصلت للعالميه وصلت بطل افريقيا يعني برضو ده ما يخليش حد يفقد الامل يا محمد. لا لا خالص. لا لا يعني انت رجعت من المدرسه قلت لبابا انا عايز اخش رياضه. طب بابا بيلعب رياضه؟ لا ما بيلعبش. لا ما بيلعبش. طب ولما انت قلت له كده قال لك ايه؟ هو واقف جنبي ودعمني وهو والدتي وده انه لما وصلني ان انا اخش المنتخب وكانوا فرحانين. طب انت ليك اخوات؟ اه. كام اخ؟ بنت. بنت اكبر ولا اصغر؟ اه اصغر. اصغر؟ اه اصغر. طب انت لما حققت دي لقطات ليك في البطوله صح محمد مش كده؟ اه. طب انت لما اختك فرحت بيك قوي لما حققت ميداليه وشالت القريه كلها عامه فرحت وكانوا مبسوطين ان واحد من القريه طلع وحقق انجاز وكده طبعا. هم هتلاقيهم بيتفرجوا عليك دلوقتي. اه طبعا. بيتفرجوا عليك ومتابعينك واحنا من هنا بنحييكوا احلى تحيه لقريتك ولناسك ولاهلك ونقول لكم انتوا طلعتوا بطل فقوس بالشرقيه صح كده؟ اه صح كده. يعني واحنا بنحييكم من هنا واهلنا كلهم في فقوس بنحييهم وقفوا جنب الراجل ده ان شاء الله هيجيب لكم هيشرفكم يعني بشكل كبير جدا ان شاء الله. كابتن مصطفى اجي لك يمكن عايز اتكلم على تنظيم البطوله بقى يعني ندي للناس حقها واللعيبه اللي معاك التانيين يعني برضو عشان محمد واسلام كانوا معانا اكيد في لعيبه تانيه. في لعيبه كتير. اتفضل يا كابتن نذكر اساميهم حقهم. في لعيبه كتير يعني في ولد من قصار القامه اسمه هادي صموئيل من السويس. تمام. هادي ده حد حلو قوي وحد مميز جدا يعني ودماغه حلوه وبيستقبل المعلومه وحتى لو صبرنا عليه شويه بيطبق وبيشتغل. كم سنه هادي؟ هادي برضه في حدود 18 سنه. تمام. الحمد لله. مين عندك كمان؟ في مروان من الشرقيه من ابو كبير، في حسام من دمياط تقريبا او من دمنهور، في بقى بنوتين ايه من هنا من القاهره، ايمان وهاجر من دمياط. ما شاء الله. اه دولت الحمد لله بطلات وان شاء الله ليهم مستقبل هايل. آه في مثلا زي يوسف ومين ناسين حد؟ وعمار. يوسف وعمار. عمار ده كان مفاجاه بجد، كان كل ما تحمله كلمه معاني. ليه بقى؟ عمار ده يعني احنا الحمد لله انا وكابتن محمد عزت وكابتن مصطفى سليم تعبنا معاه كويس شويه عشان يعمل اداء هايل والحمد لله عمل غير المتوقع احسن بافضل وبرضو عمل اول في الناشئين وعمل ثالث في الكبار فما شاء الله يعني الفرقه كلها بنت بشكل جميل يعني وولادي بقى في المنتخب يسامحوني لو اسمه وقع مني دلوقتي اثناء تمام. تمام. لا ولو في حد يفكرنا محمد احنا ناسيين حد محمد تاني في المنتخب من زمايلك عمار انت افتكرته. اه عمار. مروان مروان وهادي وهاشم. آه. وحسام. وحسام برضو. اه وحسام. كلهم يبطلوا ان شاء الله. كلهم يبطلوا ان شاء الله. ان شاء الله هم نماذج هايله. طبعا كانوا خدوا دعم كبير جدا من السيد الوزير لما جه زارنا وقال لهم
ان انتوا ابطال المستقبل. كان بيجي لنا الجيم صدقا اكتر من مره. برافو. هو ورؤساء اتحادات رفع الاثقال العرب جه عمل لنا زياره مخصوصه، يعني احنا كل من هنا بنقول له شكرا جدا. دعمهم دعم معنوي جميل. دكتور حسام الدين مصطفى كان دؤوب على رئيس اللجنه البارالمبيه. رئيس اللجنه البارالمبيه كان دؤوب، هو وكابتن عماد والدكتوره هوايده موندي كانوا دؤوبين على انهم يبقوا متواجدين معاهم ودايما يحفزوهم على ان 28 ان شاء الله المعسكر مستمر ل 28 علشان يبقى في ابطال حقيقيين. اكيد بصدقكم وجي. طبعا 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 في اهتمام طبعاً بالدوله ولعلمك، يعني انا شايف ان اصحاب الهمم عايشين عصر يعني الحقيقه يعني جديد حقيقي. ما عصر حاجه يمكن احنا ما لمسناهاش واحنا بنلعب النهارده. دلوقتي الوضع مختلف، الدوله كبير جدا حقيقي. طب كابتن كلمنا عن التنظيم. لا التنظيم المره دي هقول لحضرتك على حاجه، يعني النهارده انا النهارده كنت بلعب بطوله افريقيا جوه مصر، انا بلعب اولمبياد، بل يمكن تكون افضل. التنظيم والابهار نعم الابهار يا نهار ابيض. لا الاستيدج كان فوق يا جماعه اللقطات اللي كانت الاستيدج كان فوق الخيال. يعني فوق الاولمبياد بكتير كمان. التحكيم رئيس اللجنه بتاعه المتطوعين، صور لمحمد اللي معانا في الاستوديو يا جماعه. كابتن محمد طبعا هو بيرفع احد الرفعات، لا حاجه شكلها حلو بصراحه. المتطوعين في الدوره كمان كانوا لعيبه رفع اثقال ولادنا برضو، يعني منهم طبعا كان رئيسهم محمد عبد الرحمن الشربيني، ده كان رئيس لجنه المتطوعين، وكانوا عاملين في شغل فوق الخيال. البطوله بشكل عام كان بصراحه احنا اتنقلنا من افريقيا للدوره الاولمبيه جوه مصر. الله. احنا قادرين على ان احنا بالفعل إن ننظم بطولات عالم واولمبيات على ارضنا. هنقدر احنا قادرين على اننا نطلع باحسن صوره ببلدنا قدام العالم كله. طيب. ويمكن الدنيا كلها شافت كده واشادت بيه حتى كمان. الميداليات شكلها متغير. خلينا نشوف الميداليات كده، خلينا نشوف الميداليات يا جماعه. يعني حتى الميداليات اللي انتوا شايفينها، حتى شكل الميداليه شكل مختلف. الميداليه شكلها يعني شكل حاجة محترمة، يعني مفخرة الحقيقة. يعني نحن النهاردة في التنظيم مصر تضاهي أكبر الدول. خلينا محمد، طبعا وقتنا بيجري بسرعة، بس أنا عايز يعني أخد منك أكتر يعني معلومات وأكتر طاقة إيجابية ممكنة. محمد تقول للي زيك إيه؟ يعني حد عنده إعاقة حركية ومضايقاه، وحد ضايقه بكلمة، حد ضايقه بحركة، فرد طبيعي، تقول له إيه؟ ما يسعى ما يقاسش. أقول له اللي هو ما يقاسش اصل انا حصل معايا برضو، كان بتنمر وكده وعادي وكملت. وشفت الكابتن شريف عثمان على التلفزيون وانا قاعد في البيت، وقلت لبابا ان شاء الله هيبقى زيه، والحمد لله انا رحت وعسكرت معاه في المنتخب. وخلي بالك كابتن شريف زميلك في المنتخب دلوقتي. يعني كنت بتتفرج عليه زميلك في المنتخب. وكان فرحه بالنسبه لي. حلم. حلم بيتحقق. يعني انت شايف ان 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 ان, إن الاعاقه زي ما قال اسلام، الاعاقه مش اعاقه حركيه. طبعا اعاقه في المخ. انت لو انت تفكيرك مش سليم وانت عندك الاعاقه بتبقى هنا مش في جسمك. يعني انت شايف انه مفيش اي داعي ان انا انطوي في المجتمع واقول لا. مش مفيش اي داعي لده. في اراده. برافو عليك. اراده وعزيمه وعايزين نوصل ونحقق. برافو عليك. كابتن مصطفى قبل الهوا ما يخلص، طموحات حضرتك وامنياتك ايه؟ والله طموحاتنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان احنا مستمرين معانا جيل صاعد محترم نقدر نرمي عليه المسؤوليه على ان احنا نشتغل ونوصل بيه لبطولات عالميه. معانا صف تاني منتظرينه في الفتره اللي جايه ان احنا هنكمل. لسه في صف غير. طبعا في صف تاني غير الصف الاول. غير الصف الاول في صف تاني ان شاء الله المفروض نشتغل عليهم في الفتره اللي جايه. ممتاز. هيبقى في ان شاء الله لو المسيره كملت زي ما المخطط محطوط باذن الله هيبقى في مفرخه. طب للابطال اخر بطوله البارالمبيه اللي هي كانت في طوكيو حققنا كم ميداليه رفع اثقال؟ ست. بسم الله ما شاء الله. ده في طوكيو. في طوكيو بسم الله ما شاء الله. هي الستة بالنسبة لواحد زي حالاتي عاصر أجيال قديمة ما كانتش. هي حلو إنها اتعملت كده بالشكل ده بس في أحسن. إنما إحنا الحمد لله كان فريق رفع الأثقال محتل المركز الأول على مستوى العالم دائما. بس خلاص هنقف عند الكلمة دي، المركز الأول عالميا. وإن شاء الله هنرجع لكده. أمنية صغيرة قبل ما نختم.
من ضمن امنياتي كواحد رياضي وطالع من منصه الاهلي ان شاء الله، وبطل بيها على كل الجمهور المحترم اللي قاعد بيشاهدنا. يمكن ده نداء لكابتننا المحبوب على مستوى العالم مش المستوى الوطني العربي بس، كابتن محمود خطيب بيبو طبعا حبيب الملايين. انا من ضمن امنياتي واحلامي ان الاعاقه الحركيه يكون ليها مكان في النادي الاهلي. احنا عندنا فريق لذوي الهمم بس عارف ان شاء الله، يعني عارف انا عارف طبعا ومتابع طبعاً. ولكن انا بقى يهمني بعد ما كان كذا يبقى في كمان اعاقه حركيه، هيبقى ديت هتبقى سبق جميل يعني ان شاء الله. كابتن بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصطفى، نورتيني وشرفتيني، مزيد من التوفيق ان شاء الله. يا رب يخليك، الشكر ليا وانا سعيد بوجودي معاكم في المنصه الجميله دي ان شاء الله. محمد بشكرك ومزيد من التوفيق ان شاء الله، حبيبي ربنا يوفقك في البيت. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع ابطال رفع الاثقال البارالمبي، بشكرهم على وجودهم وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وعلى حلقه جديده مع الابطال.